اليو ديانج بيتكلم فرنساوي اعتقد. بيتكلم بتتعاملوا فرنش. معاه ازاي؟ لا بس هو بيتكلم انجليش قط يعني، والله واحده واحده. كويس، يعني يعني هاو ار يو بيفهموا اليو، بعض يعني. هاو ار يو اليو، ام فاين، هاو ار يو محمد. بس كده، بس هو ده اللي احنا عارفينه. هو لا انا انا لا انا يعني بتكلم شويه. بتتكلم كويس. بس هو اليو يعني مش قوي في الانجليش، هو فرنش بس. زي الفرنساوي بتاعنا كده. ده اللي هو يعني بالعافيه لو عرفنا كلمه يعني. بالظبط. قال لي اخباره ايه معاكم في الفرقه والدنيا ماشيه ازاي يعني؟ كلمنا اكتر برضو عن بقيه اللاعبين اللي متواجدين في الفريق، لانه الحقيقه اعتقد ان انت شايف من بره الفريق، تمام انت كمحمد محمود شايف من بره الفريق، طبعا. فلما هتخش هتخش بسرعه. طبعا يعني ما فيش ماتش مثلا بيعدي غير لما لازم قبل الماتش قاعد محضر مركز، شوف الفرقه بتشتغل ازاي، مستر فيرر طريقه لعبه عامله ازاي، عشان لما ارجع ابقى عارف انا داخل على ايه وهلعب ازاي. فلا يعني انا شايف ما شاء الله، يعني ما فيش حد ما اتطورش مع مستر فيرر خالص، كله ما شاء الله. يعني زي ما حضرتك شايف الفرقة كانت في حتة وبقينا في حتة تانية خالص ما شاء الله، يعني بس اصل كأداء احنا ما لعبناش فرقة قوية، ازاي. ما لعبناش فرقة قوية يعني. مش انا اللي بقول، انا بقول دايما دايما بقول ايه